رسالة تحفيزية للعيبة اللي يحصلوا على الدوري للمرة الثالثة على الدوري؟ رسالة تحفيزية، أنا شايف إن في لعيبة كويسة قوي، إمام عاشور وزيزو، يعني دول ممتازين، دول ممكن إن شاء الله يصنعوا فارق كتير. إحنا خدنا دوري وخدنا كاس ولعبنا كرة كويسة، بس الحظ ما نفعناش، غير إحنا أحسن لعيبة في مصر لعيبة نادي الزمالك. إحنا أكيد كلنا بنحب نادي الزمالك والفرقة الأولى طبعًا كلنا في ظهرها، وبنحب زيزو وإمام عاشور وإحنا بنثق في نادي الزمالك، وبحبك يا زيزو. الرسالة التحفيزية إن اللي عملوه السنة اللي فاتت والكيت كان مقفول وكل حاجة كانت مقفولة وعملوا الصعب يعملوه السنة دي، الكيت اتفتح لهم وجبنا لعيبة يعني ما عندهمش أي حاجة، والست المستشار ما عملش موفر لهم كل حاجة بصراحة ربنا، يعني هم يجتهدوا ويعملوا اللي عليهم وباذن الله الدوري بتاعهم، والدوري هياخد الزمالك ياخد الدوري وياخد الكاس. احنا لعيبه رجاله ولعبتنا قد المسؤوليه، وان شاء الله ناخد الدوري زي ما خدناه السنه اللي فاتت واللي قبلها، والدوري في متواضع ان شاء الله. احنا طبعا ابطال الدوري السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، واي لاعب يجي ينادي الزمالك لازم يعرف ان هو جاي ياخد الدوري، لو هو مش عارف كده هو اصلا ما يجيش، ده نادي الزمالك اعظم نادي في الكون. احنا الحمد لله ابطال واخدين دوري واخدين كاس، فمش مشكله الماتش عادي يعني، هو كان في حاجات صغيره كده هي اللي هربت مننا، لكن احنا اللعيبه بتاعتنا ابطال، عندنا زيزو وعندنا امام، واحنا معانا مستشار بيدعمهم والاستاذ امير بيدعمهم طبعا، فان شاء الله ان شاء الله السنه دي هناخد البطولات كلها باذن الله. والله اقول لهم ان هم يعني على قدر الامكان يبقوا يعني يحاولوا ان هم يبقوا مع بعض اكتر من كده شويه، فنادي الزمالك نادي كبير ومن احسن الكره اللي بتتقدم في نادي الزمالك، يعني كورتهم غير اي كوره في مصر خالص، وفي تطور بالذات الصفقات الجديده دي يعني هتعمل دفع للفريق كويسه، فهم لو بس يربطوا مع بعض شويه ويبقى فيه كده ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني، وان شاء الله باذن الله باذن الله اللي جاي احسن. احب اعرفهم ان الروح في الملعب هي اهم حاجه، ان كل لعيب يعرف مركزه فين، ان كل لعيب يعرف مركزه فين، واهم من ده كله روح الملعب نفسه او روح اللعيبه، التيم نفسه كله لازم يبقى واحد، لو الروح دي موجوده هنقدر ان احنا نعدي مرحله واثنين وثلاثه وعشرة، ونقدر نحصل على الدوري مره ثانيه، ونقدر نحصل برضه على الكاس مره ثانيه. مش معنى ان احنا مثلا نتصاب لاعب او اثنين في المباراه مثلا وحصل فيه اخفاق يبقى الفرقه كده لا مهزوزه، لا الفرقه بسم الله ما شاء الله عليها فرقه قويه ومحترمه وتقدر تقاوم وتنافس، وان شاء الله باذن الله تحصد اللقب الثالث، وان شاء الله ناخد بطوله افريقيا باذن الله.